20 20 تشمل اليوم 17 يا ابو يا عيال ابو العيال وش قال اول ما جينا؟ قال السوق هنا زي ايش؟ قالها ولا ما قالها؟ سمعتموها؟ السوق هنا مثل ايش؟ زي البورصة. تعشوا اخر كم كم اخر؟ في المريخ انت عندك البوصلة كم يا ابو؟ البوصلة؟ ودكم تعشون؟ هتعشوا الله يجعله بالعافية. والله النص والله واجب والله 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 لو فيها سنع ومجال اقسم بالله انها ما ظل الا على ذا الكيس. لكن هذه مسابقة مثلكم عارف والله اني اقولها انا صادق والله اني اقولها انا صادق بيض الله وجهك ولا تحرجوني بيض الله وجهك لا يا ولد بيض الله وجهك خلوا حكي والله يا الرجل هذا اما عاد موضوع الكرم عاد هذا برنامج وكل اما والله بمحله وانا جيت وانتم كلكم جيتوا رجل والله ما يذبح الا من الحين ما عليكم زود بهالبرنامج اي بهالبرنامج هذا لا تكونوا وبكره ان شاء الله عاد كبير السوق بعد هذا كبير السوق مقدر وكلكم بكره ان شاء الله اوعدكم بكره باذن الله ان السعر بينزل زود باذن الله هاكو تبوه ما تخيل هاكو تبوه ما تخيل بكره 15 هم كبير اسمعوا اسمعوا كبير السوق اسمعوا الربع اسمعوا ابشر طال عمرك العظمات كلها ابو عثمان يا ابا العظمات كلها لحظة يا الربع أما كبير السوق بسط اسمعوا يا قو هذا مدير السوق وراعي الكبيرة والله يا سوى مبادرة والله إنها أقسم بالله ما مثله اشتراك 300 ريال نص ساعة يومية تكلم أهلك يا ما تكلم يا ما خيبت هناك يستاهل أنا أول مشتركين عندي يستاهل يا أبا كلها يا ناصر يا ابا العشاء حاضر ضروري الله يجيب العشاء حاضر ضبط الشباب ضبط العشاء يجي حاضر ضبط من 20 والرازق الله سبحانه وتعالى من 20 والرزق عند الله سبحانه وتعالى كل شيء موجود عند شمسان اسلم اللي شرب 40 يعوضها الله اللي شرب 40 يعوضها الله ما له علينا قول السعر السوق في ارتفاع ونزول تفضل هلا اسلم ما قل لا اله الا الله 20 ابو ثاني قل لا اله الا الله لا 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 غير اللي يكرهها لا تصفق له قاعد يتخبط لي وضعه من الخيمه لا يا بالله علي ساعة انا مدير المطعم هذا راسمنها طقيه مثري يحدد الاسعار اسمعني والمسعر ما عاجبك اسمع نادر ما حد اسمع تفضل الرجل هذا قاعد يتخبط بالاسعار ساعة ب 40 وساعة ب 30 وساعة ب 20 صح ولذلك وطالب مدير قناة بداية انه يفصل طلبك مرفوض وغير مجاب ست نعم ليه كفاني الله لا صفقونا استمر انا محلك حطيته ب40 انا وطالب يستاهل اليوم عندي غداي خاشه اليوم والله اني خاشه اليوم بنذكركم بدادة الطبخ عندنا ويعني نذكركم بابن خيمان وانكم ما تنسون ابن خيمان وشوف والله يا عيال دقيقة الكلام انزاد ما في خير دقيقة يا اخوان ما اعطيتنا ولا يوم دقيقة بس دقيقة طيب يرحم والديك واجعل ابو من جابك في الجنة لا شقق الشغل لا اني رتب بالك الله يرحم والديك الله يجعل من جابك في الجنة ويرحم والديك مرفوع. وهذا عندك مرفوع. وانا داخل الله ذم عليك تي عشا ولا خلنا نضرب الباب تي عشا وانا ابو عثمان بعشرين يا اخي تدخل قلبي انت من اوسع الابواب انا وطالب اني هتنح عن الدار وسوف اوطالب انا اطالب طرد ماجد نادر خلنا بعشرين طيب وش ذنب اللي جاب عنه هذا منبر ابو عثمان ابو عثمان حبيبي وش ذنب اللي جاب عينه اليوم 30 دقيقة يا حبيبي يا اخوان اسمع الكثير من الاخوان
الكثير من الأخوان قوة الشرائية عالية. قوة الشرائية لا منخفضة نوعا ما. فأنا من واجب التقدير والأخوة الإسلامية الأخلاقية الرصيدية راعينا ظروفكم. دقيقة لو سمحت دقيقة. قلت اللي عندك ودفعت لنا 40 وبارك الله لنا فيها وجعلها الله بالعافية عليك. هبت 40 فقدرنا أخويانا واحترمنا، لكن أشوف البعض يبغى يخرب على أخوياه. صح أشوف البعض ما هو صافط الخير لأخوياه. صدقت صدقت أنت بعد تخبط ثلاث أبا إثمان الله يرزق ويفتحها في وجهك. والله إنك ما جيت إلا بإمكانك. شوفوا شوفوا بالعافية من هذا المنبر أنا حتى اليوم طقمت طقمت معك يا أبو الخيمان. شوف طقمت مع المحل شعار المحل أخضر وأبيض. اليوم اللي ما يبغى ياكل بعشرين خليه ياكلها بشحم. نوعدكم بالجريش والإدام والطحينة. بكرة 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 نوعدكم. بكرة نوعدكم نبغى اليوم بكرة نوعدكم. سعر كم بكرة؟ طبعا 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 العشرين هذه وش تشمل عليه؟ وش تشمل؟ رز بس دجاج ليمون ليمون بصل قدوس مدري دقوس مدري ايش سميته؟ عزبرة كزبرة دقوس ايش اسمه يا شمسان؟ دقوس سفرة جلسة بيبسي سفرة بفلوس صحن يعني أكثر من 10 خدمات سفرة بفلوس بعشرين ريال أتوقع ما في عرض أقوى من كذا. فعليكم بالعافية أبو عثمان تبغى العلم اللي عليه أكيد تبغى العلم اللي عليه شكرا شكرا تبغى العلم اللي عليه أكيد شكرا اللي وده ياكل بعشرين ياكل هذا سعرك وبيض الله وجهك انك نزلتها والله تقدير وانت راعي الاول يا والله تقدير انت راعي الاول انك تقدير. اسمع اللي ما وده ياكل يطلع الحاضر يعلم الغايب انا نفسي ما باكل بطلع مع البر لو يكونون صرعى على باب المطعم من الجوع لن اضع فلسا ايوه من ذلك والله بكيف ما باكل كلام الجميع الله يقنيك بركتك انت قاعد تتخبط في الاداره الله يقنيك بركة المحل يا بهن الله لو سمحت انا سوى طالب لو سمحت لا تقدح في المطعم واداره المطعم ابو عادي انت كنت نادر يا ماجد تعشيت يا حبيبي يا اخي ماجد تعشيت لو سمحت لا تسبب بلبله للزباين اسمع النقاشات برا هذا رايي انا سوف اطالب حط صندوق الطالب صندوق الشكاوي عندك ما بس صندوق شكاوي لا مشغولين عندنا فروع غير ذلك يا الغالي اسمعني سلام سوف اقدم شكوى عليك شكرا شكرا عندنا فروع اسمع لا تبلبلون امام مطعمي بما انك نزلت لا تزعجون الزباين بما انك نزلت بما انك نزلت سعر الذي الى 20 اوعدك بعد ما نخلص القناه لك عسل من رشوف على حسابي انا ابو عثمان وتستاهل انت الاسل يا عسل انا رسول تعال تعال هنا لا تزعجون الزباين تفضل طال عمرك انت رايح حريه شكرا خلاص الكلام هذا اليوم احنا في مطعم وفي اداره لك وعد مني نعطيك لعبه من البيت الصغير لك هديه شكرا والحريات ولكن والحريات شكرا خلاص والله انك طمع يا اخي اخوياك يا اخي ما انت خسران يا اخي اليوم طمع والله اليوم من غدا يعني بكره اليوم ناوي اليوم, اليوم بكره ناوي 30 وبعنا ب 20 عرض وطلب نزول وارتفاع انا بكره تناوي شمسان ضبط الشباب شمسان اللي عنده اي شكوى يكتبها خطيا وليس